في نسبه الوكيل دي شريف قال لك. طب كمل. لا 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 كمل كمل. طب يلا. قال لك ان هو ممكن يكون في ثقه في وكيل معين. طب انا اقول لك على حاجه والله حصلت قدامي برضه. بيبقى مدرب عايز لعيب تمام، المفروض المدرب لو عايز مثلا شريف، طب ما هو عارفه وجاله يقول له روح للوكيل فلان. دي قصه ثانيه. المدرب هو اللي بيقول للاعب. بس اقول حاجه امير بقى بامانه، وممكن ناس في مجلس اداره ده اللي بيقوله. لا لا بص بص، برضو احنا بنقول كلام عام. ايوه احنا بنتكلم على حد كده. بص حتى قال لك اللي انا بقوله صح، الكلام اللي بيقوله صح 200% لان ده 200% ده مش يعني إيه؟ يعني انا دلوقتي اديك بقى نقطه حلوه. معلش ابسطها بس، انا كمدرب، انا كمدرب عايز اجيب وائل قباني مثلا. بس امير اللي انا بقوله ما بسمعوش ده، بتشوفه. انا بشوفه ده عشان تبقى عارف. بس انا من نوع اللي ما بسمعش بشوف. ما بتعتمدش على السمع بس، لا انت عايز تشوفه بعينك تتاكد. بص بص، انا لو سمعت وقلت امير لا يبقى انا ما عنديش مصداقيه. ليه؟ انا ما احبش اقول حاجه سمعتها لان ما اضمنش اللي يقول ده ممكن كلام بيتنقل وخلاص ولا مش صادق. لكن انا كل اللي بقوله لك ده قدام عيني. بيجي مدرب في لعيب هو مقتنع بيه عايزه، وفي فيقول له وفي روح مع الوكيل الفلاني، وناس في مجلس الاداره واعضاء مجلس اداره، وفي ناس في مجلس اداره. هو هو كابتن وائل بيتكلم في خطير جدا. لا بيتكلم في العموم يعني. اما في العموم هو انا جبت حد ولا جاب اسامي حد ولا ذكرت ايوه ايه مجالس الاداره كلها ترفع عليها قضيه ولا ايه؟ انا بقول انا بكلمك انا متعشى. حصل قدامك الموضوع ده كده؟ انت لو عشتني ما قلتلكش عشاء. لو عشتني كنت هديت. هو فتح كده. طب احنا ايه ده؟ طب احنا فيها بعد الهوا نطلع. طب ماشي. ها كابتن شريف، حصل قدامك كام ايه؟ حصل قدامك حاجات امثله حصل زي حصل وانا عارف، واحكي لك موقف للاسف يعني. لعيب انا اعرفه كان موجود في ناشئين، وراح نادي فوجئ ان المدير الفني ده بياخد نسبه من التعاقد بتاعه. فالولد ما يعرفش حاجه زي كده. في الدوري الممتاز؟ في الدوري الممتاز. ده دوري محترفين بقى، قصه تانية خالص. دي قصه تانية. لا لا لا، ده حدوته تانية. ده ليه ناسه. وفي شويه كده ومنهم اعلاميين يعني، بس انت اكيد مش منهم. لا مش دعوه، اسمها اعلاميين كده بس. انا بقى الملف ده هفتحه لك بعدين. اصبر عليا بعد العشاء. لا في موضوع كده حلو هكلمك فيه يعني. ماشي. بس اما اروق له يعني، عشان عندي امتحانات بس في السي الاوروبي والبي الافريقي. الله يعين. بحضر شهادات وبتاع عشان الناس اللي بتتكلم. الحمد لله يعني لعيبه الكوره الحمد لله ناس متعلمه، ناس مثقفه طبعا جداً. طبعا ناس فاهمه جدا وناس تاريخ. ولولا لعيبه الكوره حضرتك انت مش هتقعد قدام التلفزيون هتتكلم ولا يبقى ليك شغل. انت او تبقى شغال مثلا زي ما كنت، ما اعرفش شغال ايه. انت شوية اشخاص كده ما اعرفهمش. انت بتوجه رساله لحد يعني. ايه قال ايه عليك الحد؟ لا ما بعيد عن اللي هو يعني اقل من ان انا اتكلم عن يعني، مع احترامنا للناس يعني. لا الناس كلها محترمه. طبعا طبعا في ناس يعني مش عارف اجيبها ازاي بصراحه. كابتن ما تساعدني ايه اللي ضايقك؟ طيب عشان ابقى عارف ايه اللي ضايقك. ايه اللي ضايقك؟ خليني افتح الملف يعني، هتكلم في الموضوع ده معاك انت وانت اللي هتقول لي، بس في حلقه ثانيه ان شاء الله قريب يعني. هنتكلم فيه بتفاصيله يعني. ماشي على راحتك، انا هسيبك على راحتك عشان الملف ده شائك شويه. ماشي.